بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سوف يكون العقم وقلة الأولاد عند الرجال وعند النساء، وأعتقد هذا الموضوع جدا مهم لكافة السادة المشاهدين. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله شيخنا العزيز. حياكم وبياكم. الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة الشيخ. خدمتكم عزيز. الله يحفظكم سماحة الشيخ. الكثير والكثير من القنوات الفضائية يمكن بحثوا هذا الموضوع. نعم. ولكن احنا اليوم يعني مثل ما يقول هدية للسادة المشاهدين من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، راح ننقل جميع الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى العقم وقلة الأولاد، ونسأل الله بحق الحسين أن يكون كلامنا نافع للناس إن شاء الله ببركة أهل البيت. الله يبارك بكم شيخنا العزيز. إن شاء الله. السؤال الأول سماحة الشيخ، ما هي الأسباب التي تؤدي للعقم؟ هسه المعروف أن العقم له أسباب وعلل مختلفة. نعم. تتفاوت وتتناوب بين الرجل والمرأة. يعني أن أكو هناك علل خاصة بالرجال، أكو علل خاصة بالنساء يسبب العقم أو قلة الأولاد، يعني بالأخص أنه ممكن واحد يصير عنده مثلا بنية واحدة وبعد ما يصير عنده. صحيح. أو ولد واحد وبعد ما يصير عنده. كثير من المشاهدين ممكن مبتلين بهذا الأمر، اعتبار أنه شوف 10 سنوات 15 سنة وهو على ولد واحد أو بنت واحدة، وهذا يؤذي المشاهد الكريم. ولهذا احنا عندما من حيث المجموع نأتي إلى علة قلة الأولاد أو العقم في زماننا هذا، هو الطعام الغير السليم. نعم. الطعام اللي الآن احنا نستخدمه خرج عن إطاره الطبيعي، انجر إلى إطار كيميائي. صحيح. وأكثر ما جاءنا الآن في زماننا هذا بالأخص الطعام، وهو مثل الوجبات السريعة اللي الآن الناس يتناولونها، بينما هي مضرة لهم وتسبب العقم لكثير بالأخص عند النساء. ولهذا عندما نأتي إلى من جملة المأكولات في زماننا هذا التي تسبب العقم هي المشروبات الغازية بأنواعها. نعم. بأنواعها هذه ما تسبب العقم عند الرجال وبالأخص عند النساء، لأن تزيد رطوبة البدن، كلما ازداد البدن رطوبة وبرودة ممكن ينجر الإنسان إلى جانب قلة الأولاد. نعم. وإلى جانب العقم. ولهذا نحبذ للمشاهد الكريم أن إذا عنده هاي المشكلة يحاول أن شوي يبتعد عن الأمور التي تسبب الرطوبة والبرودة في جسمه، هذا ما يسبب قلة الأولاد أو العقم بصورة كاملة. ولهذا مثلا أكل لحم البقر، لحم البقر هو الشفاء في ألبانها والداء في لحومها، فإذا عليكم بقلة لحم البقر، لأن تزيد الإنسان برودة ورطوبة ممكن، لكن أكثر برودة وجفاف، يعني سوداء الإنسان يصعد من خلال أكله للحم البقر. من جملة الأمور كثرة أكل السمك. أكل السمك جيد للبدن، نافع للبدن، لكن إذا كثر وازداد عن حده انقلب إلى ضده، باعتبار أن طبيعة السمك هي طبيعة باردة ورطبة. كل ما الإنسان يزيد بالأخص هذا اللي مائل إلى البرودة، مائل إلى الرطوبة، إذا الإنسان زاد بأكله للسمك ازدادت الرطوبة في جسم هذا الإنسان، وممكن تسبب إلى قلة الأولاد أو العقم بصورة كاملة. نحن لا نقول أن لا تأكلوا السمك، نقول أن لا يكثر الإنسان
من أكل للسمك، يعني حتى أكو جماعة يقول لك حتى أنا بالريوق هم تريق سمك. صحيح. إيه بهذه الحالة لا. بحسب الروايات، عفوا مو الروايات يعني، نعم. بحسب الطب الحديث شيخنا، نعم. أنه أكل السمك يقوي من يعني الجنس عند الرجل، صحيح هذا الشيء موجود؟ نعم يعني يوجد، يعني يكثر ماء الرجل، نعم. لا نقول لا، لكن نقول إذا خرج عن حده انقلب إلى ضده، بتعبير نقول أنه إذا زاد أكثر من اللازم في البدن. صحيح. هذا يسبب الرطوبة في البدن، نعم. بالأخص عند النساء، ويسبب البرودة بالأرحام، نعم. وهذا يسبب أن يكون نذكر الفائدة شيخنا والمضرة، نعم. على مود المشاهدين شنو، نعم. يشوفون الفائدة وين، لأن بعض الحلقات المشهور يعني المشهور شيخنا عن السمك أنه يقوي الرابطة الجنسية عند الرجل، نعم، نعم. نحن لا ننكر هذا المعنى. صحيح. والروايات كما قدمناها في بعض الحلقات أو سنقدمها إن شاء الله أنها تشير إلى أن توجد منفعة بالسمك، نعم. والسمك جيد، والقرآن الكريم يذكر أنه السمك أحد النعم الإلهية التي من الله تبارك وتعالى على عباده من خلال السمك، لكن ما نقول تكثر السمك أكل. صحيح. السمك يسبب المضرة، نعم. ولا مو نفس السمك يعني إنسان يكثر به، هذا يزيد إنسان رطوبة، حتى ورد أنه يذيب شحمة العين، يذيب. صحيح. البدن، يذبل البدن بكثرة أكل السمك. فإذا نحن لا نقول أن لا يأكلون، بينما نقول أن لا يكثرونه كثرة غير متعارفة، هذا يسبب المضرة في جسم شنو الرجل، نعم. شنو بالأخص عند النساء، لأن النساء أكثر أميل إلى البرودة والرطوبة. صحيح. يصير نوع من العقم وقلة الأولاد عند النساء أكثر من هذا الجانب. ومن جملة الأمور الحلويات المصنوعية، نعم. الحلويات اللي موجودة بالأسواق، كثير من المواد اللي يستخدم في صناعة هذه الحلويات هي مادة كيميائية، نعم. وغالبا ما نرى أنه هناك يسبب المضرة، شنو جانب يعني الإحصائيات تشير إلى هذا، كثير من الناس الذين ابتلوا بالسكري ابتلوا من جانب هالحلويات. صحيح. المصنوعية التي توجد في الأسواق، يعني وهذا يفضل أنه الحلويات الموجودة بالبيت، صناعة البيت أحسن، يعني صناعة البيت أحسن، لكن نعم. بشرط أن استخدام المواد التركيبة اللي موجودة بالحلويات التركيبة تكون طبيعية، مثلا بدل السكر هذا السكر الأبيض يجيب سكر أحمر طبيعي، نعم. أو يستخدم العسل بدل أن يحلي الحلويات بيش يحليها بالعسل مو بهذا السكر، أو صحيح. مثلا بعض اللي المواد اللي تعطي طعم للحلويات يستخدمها بصورة طبيعية، حد الإمكان الإنسان يبتعد عن هذه الحلويات. أحسنتم. بعد من جملة الأمور التي تسبب في زماننا هذا استخدام الزيوت الغير طبيعية، هذا الزيت إذا ما صار طبيعي مثل زيت الزيتون أو زيت دهن السمسم، أو هذا جدا نافع للبدن، كذلك زيت الزيتون جدا نافع للبدن، لكن هذه الزيوت التي موجودة في الأسواق أن أصلها مادة ترجع إلى النفط، يعني إذا اللي حقق القضية يشوف أن أصل هذه الزيوت التي موجودة في الأسواق مادة أساسها تتخذ من النفط. صحيح. هذا النفط اللي موجود يحرق. صحيح. فإذا إذا الإنسان يحقق القضية، وهذا التقارير الطبية موجودة يعني عند بعض المؤسسات التي تعمل في هذا الجانب وفي هذا التحقيق أثبتوا هذه القضية أنها مادة، وهم يقولون في بعض الدول، الآن ما نجيب اسم الدولة، في بعض الدول يقال أن 80% من الزيوت التي موجودة في الأسواق تسبب السرطان. 80%. صحيح. يعني هذا الذي ما سمعته أنا شخصيا من المقرر الذي كان يقرر من قبل وزارة الصحة، كان يقرر هذا المعنى، وهو يقول 80% شخصا سمعت هذا المعنى، الزيوت التي تدخل في فلان دولة تسبب ماذا؟ تسبب السرطان. لا إله إلا الله. فإذا الآن ما بالك يعني الآن كثرة من الناس يستخدمون، وحتى الزيت الجامد سماحة الشيخ، اي نعم، وزيت الجامد ماكو فرق، نعم. لا بين الجامد ولا بين المايع، نعم. كلاهما مضرة لجسم ولكن الإنسان، ولكن الجامد أكثر حسب الظاهر، والجامد بعد، نعم. أكثر، وإن كان نحن لا نفرق في الضرر، نقول أن الجامد أكثر أو المايع كلاهما مضرة، نعم. الآن أنت بعض الزيوت يعني إذا تجلس يعني شوية من الزيوت على الجدار شوف أن يعني بمشقة ينمسح لأن به نوع من الالتصاق، بينما إذا أنت تجيب إلى زيت تجي إلى زيت الزيتون
الالتصاق جدا كلش قليل، يعني بمجرد تجيب لك منديل بس تمسح عليه المسح، يعني ماكو التصاق به. بينما هذه الزيوت الموجودة في الأسواق التصاقها شديد حتى على الجدار، فما يصنع في عروق الإنسان، يعني على مر الأزمان شوية شوية تلتم الرسوبات فيسبب التصاق وين بالعروق إلى أن العرق يصير بيسده. نعم. فإذن لا نحبذ هذا المعنى، وهذا علة أحد علل العقم أو قلة الأولاد أحدها هذا. والدهن الحر شيخنا بكلامكم عفوا، الدهن الحر جدا نافع، اللي يسمونه العداني بالكويت. نعم نعم. نعم، وهذا الدهن الحر جدا نافع للبدن، لكن بشرط، بشرط أن الإنسان عنده فعالية. صحيح. إذا ما عنده فعالية ممكن هم يسبب له مشاكل، نحن لا نقول أنه ليس فيه مضرة، بشرط أن الإنسان اللي يستخدم دهن الحر هذا السمن يستخدمه لابد أن يكون فعاليته أكثر وتحرك عنده حتى هذا يحترق في البدن ويتبدل إلى طاقة في بدن الإنسان. صحيح. من جملة الأمور اللي تسبب العقم في زماننا هذا كثرة أكل الأرز التمن، بالأخص الأرز المستورد من الدول الغربية. نعم. لأن إنتاج هذا الأرز هو من إنتاج مواد كيميائية، يعني لاعبين في أصل خلقة هذا الأرز التمن، فشوف أن الحبة الطول حتى توصل إلى أصبع واحد، يعني يعني إلى هالحد، يعني مو خارج عن الإطار الطبيعي. نقول إذا أردتم أن تستخدموا الأرز استخدموا الأرز الذي يوجد في نفس الوطن، يعني وين ما موجود الإنسان هو أعرف به وهو أصلح للبدن. وإن كان طبيعة الأرز هو باردة وجافة، فإذا الإنسان ما يستخدم الأرز في الشتاء، أقل يستخدم الأرز في الشتاء لأنه يصيب الإنسان ضرر. ونحن نقول أن أكثر علة العقم من كثرة الرطوبة في البدن والبرودة، إذا كثرت الرطوبة أو البرودة أو البرودة والجفاف كذلك يولد للإنسان قلة الأولاد والعقم. لهذا من جملة الأمور بعد اللي أنا بسرعة أقتصر الوقت كثرة حمل الجوال. هذا الجوال اللي كثير ما الناس يحمل له جوال موبايل وياه ويمشي، هذه أمواجه تسبب ماذا؟ تسبب قلة الأولاد أو العقم عند الإنسان. نعم. وهذا ما شاهدناه من يوم اللي دخل هذا إلى السوق خلال هالسنوات الأخيرة، 10 سنوات أو 15 سنة الأخيرة، اللي ازداد الجوال والموبايل عند الناس، ازداد هذا المعنى، ترى أن العقم هم كثرة. تجي إلى قضية الواي فاي أو النت اللي مشعول بالبيت دائما على طول، أكو هناك خبير من خبراء وهو من خبراء الغرب يقول أنا متخصص في الأمواج. نعم. هذا سمعت هذه التقرير من أحد الأطباء، قال لي أنا خبير بالأمواج. خبير بالأمواج يعني ماذا؟ قال أنا خبير دائما أكتب وأمضي وأقول بأن الواي فاي أو النت اللي دائما على الاستمرار 24 ساعة مشعول في البيت هذا بالمستقبل يسبب العقم للأطفال. يسبب العقم للأطفال، يعني يا أبا يا أمهات شوية التفتوا إلى هذا الجانب، تالي تقولون أن ابني ليش ما صار عنده أولاد، بنتي ليش ما صار عندها أولاد. السبب أن وجود الواي فاي في البيت أنه يكثر العقم حتى التقارير. للتنويه سماح. نعم. الشيخ، يعني قضية الواي فاي والموبايل من خارج مدرسة أهل البيت عليه مدرسة. نعم. من العلم الحديث خلينا بس للمشاهد نوضح له، يعني على لا نحن نوضح. نعم. باعتبار أن هذه التجربة أثبتت هذا المعنى. نعم. نحن نأتي للعلاج، أحد العلاجات أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة القاعدة العامة الموجودة نحن نداوي الحارة بالبارد والبارد بالرطب. نعم. كل شيء له حرارة وبرودة. صحيح. وله رطوبة وجفاف. الآن هذا الواي فاي يسبب الرطوبة والبرودة، يعني لم نخرج عن القاعدة. نفس القاعدة نحن عندما نقول تقول لي هاي بمدرسة أهل البيت، نحن نتكلم على القاعدة العامة التي موجودة في رواية أهل البيت. صحيح. ولا مو هي قضية أن أهل البيت ذكروا المعنى لو ما ذكروا. نعم. فإذا إحنا قاعد نذكر القاعدة العامة بحسب التطور للزمان. إيه بحسب يعني. التطور ما كان بالسابق لكن الآن موجود، لابد أن نتكلم، ولكن القاعدة موجودة الأساسية. نعم. القاعدة الأساسية. نعم. كلامنا في القاعدة الأساسية. أنا بس للتوضيح سماحة. نعم. جزاكم الله خير. لا يجي واحد يسأل. إيه نعم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم أحسنتم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع لخدمتكم أحبائي المشاهدين. الله. فاصل ونواصل إن شاء الله. إن شاء الله.
حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود وإياكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأيضا سوف تكون لنا حلقة أخرى في نفس الموضوع العقم وقلة الأولاد لدى الرجال والنساء. الحلقة القادمة إن شاء الله حلقة الغد سوف تكون إكمال. حياكم الله سماحة الشيخ مرة ثانية، الله يحفظك، الله يحفظكم إن شاء الله. أكو نقاط إن شاء الله راح تكملونها بارك. نعم، كما أنتم أشرتم قبل الفاصل إلى قضية أن الواي فاي ما كان موجود، لكن نحن الآن نتحدث بحسب تطور الزمان. نعم. ونسير على القاعدة العامة التي موجودة في أهل البيت، عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نعم. في قضية ماذا؟ نداوي الحارة بالبارد والبارد بالحار. يعني الأمور التي تسبب البرودة من جملتها هذه الأمور بحسب تطور الزمان. من جملة الأمور يعني قضية الواي فاي، خلي المشاهد أكثر يأكد عليها باعتبار أن هذا الأمر إلى شيوع عام، ونحن الآن حينما نذهب إلى المستشفى نرى أن كثير من الناس، المستشفى الخاصة في قضية العقم، نشوف كثير من الناس قد ابتلوا بهذا المعنى لكن لا يعرفون من أين السبب. السبب شنو هو اللي قاعد نذكر الأسباب. بعد من جملة الأمور دجاج المصانع أنه يغير في الهرمونات بالأخص عند النساء. نعم. الهرمونات إذا تغيرت عند النساء هذا يسبب نوع من العقم عند النساء بالأخص. أؤكد على قضية الدجاج الذي الآن موجود في الأسواق وليس صالح للأكل أبدا. نعم. من حيث الشرعي هو صالح شرعا، هو ما بي مشكلة، لكن أنا أتكلم من حيث الصحة، أتكلم من حيث الصحة هو ليس نافع. اللحوم المجمدة، اللحوم المجمدة هم ليس صالحة، يعني تبقى بالثلاجة إلى شوف شهر شهرين باقية بالثلاجة وتالي يريد الإنسان يستخرجها ويأكلها. اللحوم يكون اليوم بيوم أو اللي تعدى يوم يومين ثلاث أكثر من هذا المعنى لا فائدة في هذا اللحم، وهو يسبب نوع من البرودة في جسم الإنسان، وهذا يسبب قلة الأولاد عند الرجال والنساء. الآن نحن عندما نأتي إلى العقم الخاص بالنسبة للنساء. نعم. يعني السبب الخاص اللي وارد بالنص. نعم. في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العقم تارة يكون عقما ولاديا، يعني أن من يوم اللي انولدت هاي المرأة أكو فرد خلة في وجودها، في خلة في بدنها اللي مسبب العقم. هذا احنا ما نتكلم عليه باعتبار ان هذا ما يرجع في الخلة الولادية، يعني حينما ولدت هذه المرأة شوف ان كانت بها خلة. هسه ممكن عندنا بالأدوية العامة، يعني احنا ما نقول لكل داء دواء، يعني نقول حتى لهذه المرأة التي وladيا كانت لها خلة وعلة خاصة في عدم الإنجاب، نقول حتى لهذه المرأة في طب أهل البيت يوجد علاج، كما أشرنا إلى المطر ماء المطر، كما أشرنا إلى الدعاء، كما أشرنا إلى القرآن الكريم، كما أشرنا إلى بعض الأدوية هي علاجات لكثير من مثل كثير من الأمراض مثل الحبة السوداء، هو علاج لجميع الأمراض إلا الموت بعد ما إلى علاج، لكن لا أن نجعل اليأس في قلوب بعض الأخوات اللي ممكن عندهن هكذا مشكلة نقول بعد أنا بعد ما إلي علاج. لا، الإنسان لا يكون عنده يأس في هذا الجانب ما دام رحمة الله واسعة والإنسان يستطيع أن يطلب من الله والله هو المشافي والمعافي. الآن نحن عندما نأتي إلى الأسباب العقم اللي تالي تجي بالعارضة للمرأة، يعني المرأة سليمة لكن بحسب الزمان وقعت عارضة وقل نسلها أو لم تنجب أصلا صار عقم عندها. جاء في مكارم الأخلاق، شوية التفت لي إلى هذه الرواية والرواية جدا مهمة، جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، ومنع العروس في أسبوعها. يعني إذا أنت تزوجت يا شباب هنا كأن الخطاب هم إليك، مخاطب أنت، المخاطب أنت. نعم. هنا الأمير هو المخاطب، قال ومنع العروس في أسبوعها من شنو؟ الألبان، اللبن يعني الحليب، بعد والخل، وبعد والكزبرة، وبعد والتفاح الحامض.
الأمير سلام الله عليه للتوضيح الأكثر، وهو عالم بهذه الأمور وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن سؤاله ممكن حتى يبقى هذا لجميع الأجيال الآن هنا. فقال أمير المؤمنين: يا رسول الله، ولأي شيء أمنعها هذه الأشياء؟ يعني أول ما تتزوج امنعها من هذه الأشياء الأربعة: الألبان، الخال، الكزبرة، التفاح، الحامض. شوي التفت لي لهذا المعنى، قال: ليش أمنعها يا رسول الله؟ ولأي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة. شوف القاعدة العامة يعني معناتها شنو؟ البرودة. نعم. قال: لأن هذن الأشياء تسبب برودة عند المرأة، وهذا يسبب العقم عندها، فإذا امنعها من هذه الأمور. يعني إحنا مو بس من هاي الأربعة نقول التكثر في الأكل من الأشياء الباردة، حتى المشتقات من حتى المشتقات منها. نعم. يعني بعد أهل البيت إذا تكلموا شيء الإنسان يقدر يستنتج قواعد. صحيح. ولهذا أنت ممكن تسمع من عندي كلام بالنص ما موجود في الرواية، لكن هذه نوع استنتاجات من القواعد العامة. نعم. بحسب التجربة حينما رجعنا إلى سائر المكاتب الطبية، حتى طب ابن سينا نرى أنه هو ذاكر بعض الأشياء اللي أهل البيت هم ذاكرينه، فإذا ماكو منع من هذا الباب. ولهذا يقول: تعقم وتبرد من هذه الأربع الأشياء عن الولد. ولذا يقول: والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد. يعني أن المرأة كن تلد، ولهذا أهل البيت ينطون العلاج. يعني إحنا نقول ممكن الآن أحد الأخوات تسمعنا هذا الكلام تقول يعني شنو هذا الكلام، هذا نوع من إهانة. لا، الرسول لا يريد الإهانة إلى المرأة، إنما ذكر هذا الكلام يعني كن الإنسان يتابع القضية حتى يعالج، والعلاج موجود عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كل شيء يزيد البرودة والرطوبة في جسم المرأة أو الرجل يسبب العقم، من المأكولات كانت أو المشروبات أو الأعمال الخاصة. تقول لي شنو هاي الأعمال الخاصة التي تقولها؟ الآن قبل لا أن أنتقل إلى بحث آخر، ممكن يجي عند قضية الألبان، إحنا عندما نجي إلى قضية اللبن، اللبن إلى أهمية. أنا أذكر لك شيء من قضايا الألبان حتى تكون في علم أن الألبان لها فوائد جمة للإنسان. الآن نجي إلى قضية اللبن والتداوي باللبن، وأنه جدا نافع لبدن الإنسان، لكن هذه قضية استثنائية. أن العروس حينما ابتداء ما تتزوج ممكن يضر بها قضية اللبن، لكن مدة أسبوع وبعد الأسبوع يعني شيخنا. أي نعم، أسبوعها. نعم. يعني أسبوع الأول. نعم. أسبوع الأول منعها، ممكن المرأة تزداد حالة برودة. يعني أكو أمور هناك ظرائف أنا ما أريد أتطرق لهن، أمور خاصة. الآن المعروف كغذاء حاون على جميع الفيتامينات اللبن، يعني الحليب، بل جميع ما يحتاجه البدن من البروتين والسكر والأملاح وغيرها، كلها موجودة في قضية الحليب. ولذا ورد، جاء التأكيد عليه في الأخبار عن النبي وأهل البيت والتعريف بأنه طعام الأنبياء اللبن، وأن رسول الله كان يفطر به ويفضله على كل شيء، حتى ورد في عدة روايات أنه لم يكن يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه. كل ما كلال طعام يقول: يا الله بدل لي خير منه، إلا اللبن. بس اللبن إذا حضروا إلى، فكان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا فيه. يعني ما بي نوع من المضرة للإنسان. ولذا فإنه أقل الأقذية ضررا، بل لا ضرر فيه، لما روي أن رجلا قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكلت لبنا فضرني. ويشربت اللبن، كليت اللبن، هو يضرني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله، ولا والله ما ضر شيئا قط، اللبن مضر ما بي، ولكنك أكلته مع غيره فضرك الذي أكلته، وظننت أن ذلك من اللبن. يعني هي المضرة منين جت لك؟ من شيء المضرة آخر، اختلاط مع شيء آخر ممكن ماكو ولمة. هسه بعض المشاهد الكريم ممكن هذا جارية وسارية إلى، بالنسبة إلى اللبن، اللبن هذا الحامض،
اللبن اللي يخلونه على المائدة دائما يجي ياكل السمك ويشرب فوقه لبن اللبن، وهذا بارد بارد شو يسوي بالإنسان؟ صحيح. يدمر الإنسان، ولا المضرة مو باللبن، المضرة اللي اجتمع مع شيء آخر، ولهذا لا يوجد فيه نوع من المضرة. الآن تجي إلى منافعه، ترى أنه وأول ما يعرف الطفل ويتغذى به هو هذا اللبن. فقد شكى نوح عليه السلام إلى ربه ضعف بدنه، اشتكى أبوي أنا بدني ضعيف، فأوحى الله إليه أن اطبخ اللحم باللبن فكلهما فإني جعلت القوة والبركة فيهم فيهما، يعني اللحم ويا من ويا الحليب يا اللبن. واللبن يسمن أيضا كما رأى النبي رجلا سمينا، شاف سمين فقال ما تأكل أنت هلق السمين، شنو تأكل؟ فقال ليس بأرضي حب، وإنما آكل اللحم واللبن. ما شاء الله. فقال جمعت بين اللحمين، يعني هو اللبن بوحدة مثل اللحم، جمعت بين اللحمين. وعن أمير المؤمنين يقول اللبن أحد اللحمين، اللبن إلى منفعة، وتجي إلى روايات أخرى اللبن الحليب نافع لمن نفر عليه ماء الظهر، يعني هذا اللي عنده قلة أولاد شنو يستخدم؟ نعم. يستخدم الحليب. وبعد تجي هو دواء جامع لوجع الحلق، هذا اللي يقول أنا خطيب من الخطباء مثلا ممكن ينصاب بصوته وحنجرته، نقول ما وجدنا، أهل البيت يقولون ما وجدنا لوجع الحلق مثل حسو اللبن. الحسو يعني شنو؟ تشرب جرعة جرعة، يعني شوية، مو أن تشربه عبة، شوية شوية تتيقن به بتعبيرنا وتشرب اللبن يعني الحليب. فإذا هو له منافع كثيرة كثيرة كثيرة، لكنما عندما نقول أن منفعته إنما ترجع المنفعة إذا الإنسان استفاده في مكانه. الآن طبيعة اللبن بارد ورطب، الأبدان اللي باردة ورطبة ننصحهم أن مع الحليب يشربون شنو؟ العسل أو التمر، هذا اللي كان نأكد على هذا المعنى. فإذا نحن عندما نأتي إلى جملة الأمور، يعني الآن إحنا قلنا من المأكولات اللي تبرد على الإنسان وتزيد الرطوبة أو المشروبات أو الأعمال، مثلا من جملة الأعمال التي تسبب للمرأة العقم ومشاكل في الرحم، من جملة الأمور هي خاصة بالرحم التي تسبب العقم وقلة الولد، هي أن المرأة تغسل نفسها في أيام الدورة الشهرية. يعني ننصحها في أيام الدورة الشهرية لا تغسل نفسها أو لا تذهب إلى المسبح أبدا، وهذا ما يكثر رطوبة البدن بالأخص في قسم الرحم، يكثر الرطوبة في جسمها وهذا ما يسبب عقمها. ننصح المرأة إذا هي في الدورة الشهرية تحاول على أقل التقادير تجتنب من الماء، تجتنب من الماء حتى لا تصاب ببرودة في جسمها بالأخص في ناحية الرحم. فإذا ننصح المرأة أن تراعي هذه القضية حتى لا تبتلي بقلة الأولاد. أحسنتم، بارك الله بكم. أنا وقتي جدا قليل سماحة الشيخ، ثلاث دقائق أريد العلاج للناس فقط، أنه يعرفون ولو باختصار الأمور التي تكثر الأولاد، وإن شاء الله عندنا حلقة جاية راح تكون أوسع إن شاء الله. نعم. الآن بالنسبة إلى الأمور، إيش قد عندنا مجال؟ دقيقتين سماح الشيخ باختصار. بسرعة أقول أكل ما يسقط من الخوان، يعني المائدة إذا يطيح من عندها شوية من خبز شيء، أهل البيت ينصحون اللي تاكل هاي الخبز اللي طاح على الأرض، لأن روى البرقي عن معاوية بن وهب قال أكلنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فلما رفع الخوان تلقط ما وقع منه، هذه المائدة يوم رفعوها طاح بعض الخبز كذا، الإمام سلام الله تلقط هذه الأمور ثم أكلها، ثم قال إنه ينفي الفقر ويكثر الولد. ما شاء الله. يعني الآن شنو السر؟ الله عالم أن هذا شنو هذا السر؟ يعني ممكن إشارة، أقول هذا التعبير مني، ممكن إشارة إلى أنك تشكر النعم، والذي يشكر النعم إن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكر الإنسان هذه النعمة الله تبارك وتعالى يزيده بالخير، إما ينفي عنه الفقر وإما أن يقر عينه بماذا؟ بقضية الأولاد والذرية. نعم. بعد من جملة الأمور قضية أكل البيض، لكن هذا يبقى نتكلم فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأنه يطول بنا
الباح. بارك الله بكم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، الله يحفظكم وجزاكم الله خير جزاء إن شاء الله. الله يحفظك سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، شكرا جزيلا. الله يأيدكم بجاه محمد وآل محمد إن شاء الله. شيخنا العزيز. نعم أحبائي المشاهدين، في نهاية كل حلقة نذكر السادة المشاهدين أنه هناك إن شاء الله صفحة موجودة على الفيسبوك باسم خادمكم الرادود والإعلامي حسين الأميري، لإبداء أي آراء أو أسئلة أو استفسارات حول البرنامج، نحن في خدمتكم إن شاء الله. ختاما تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت شيخنا.